ترتيل القرآن من الأشياء التي تساعدك على القراءة لفترات طويلة دون ملل. أن تقرأ القرآن بصوت حسن وترتيله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال ورتل القرآن ترتيله في سورة المزمل آية 4. فالقراءة بصوت مرتفع قليلا بتجويد الصوت وترتيله تجعلك تحس بحلاوة القراءة والحفظ. حاول أن تقلد أحكام التجويد كما تسمعها من القارئ. حاول أن تركز انتباهك في كل كلمة تسمعها وتعيش معها وتحلق بخيالك مع معاني الآيات. والله أعلم.